السلام عليكم، صباح الفل، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجمعه بتاع الكلاب الجلد. الجلد يعني بيتبول، يعني جريت دان، يعني اي حاجه ما فيهاش شعر طويل، كله بيبقى شعرته قصير. قبل ما نخش على السوق هنصلي على النبي وعلى عبد الله الصلاه والسلام. على فكره الفيديو مش كبير لان العدد ما كانش كتير في الكلاب الجلد، لكن يلا بينا نشوف الكلاب الجلد اللي كانت معاك. كنت معاه المدرسه، خلي بالك وافتكر. انهي مدرسه؟ انهي مدرسه؟ أم المؤمنين. لا والتانية. إيه التانية؟ عمر الفاروق اللي جنبها. لا. من المهم. نادي. إعدادي الجمعية الخيرية. افتكر بقى أنت فين. يا عم حبيتنا وحبيتك وعرفتك المنطقة. إيه يا عم ده عامل إيه؟ عمال مصيط على النت وخلاص. كله سعره مربوط ولا مضربوش؟ مضربوش هو على نغمة واحدة ما بيقفلش بقه ليه؟ ما بيقواوش، بيفضل يزعق كده لحد ما يمسك. بكام ده صح؟ بكام؟ اللي انت عايزه. غدودي بص. بكام؟ ب 2000. هات رقمك. طيب 012 123 87 152. رقمي 012 وما اتصلش بيا. متخلف. بس 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 بص يلا يلا. ده مجنون يا عم. بكام الدكر ده؟ لا وسع عليك حبيبي. ب 2 ونص. عنده قد ايه؟ اوامر، خلي بالك ما بيضربش عيال، ما بيلعبش عيال، ما يقضيش حتى الا 9 شهور. الايام كلها كامله. هات رقم موبايلك كام؟ اديله الرقم. قلب راجل صح يعني. انت بص، انت لو هتحطه مع عيال في البيت مش هيلمسه، هيقولوا له اقعد هيقعد هيلعب معاه. انا بلعب معاه، بحط ايده يا مؤاخذه بقه بيخش. اه ما بيقفلش. ما بيقفلش، يقرص يسيبك، ما يعورطش حتى ما يجيبش منك ممكن تلعب. هات الرقم. 012 012 76 014 382 ب 2 ونص. ده ده كروت فايلر فزاع. ولا فزاع، ربطه كويس كويس. ما تعرفش ولا ولا بس. معلش شايف كلاب ياما، شايف حاجات كتير قوي يا حوالي. اوعى ايدك، اوعى ايدك، عشان انت مش صاحبه فهو بكامل. معلم فزاع ب 4 ونص.
باربعة تلاف ونص. هات رقمك طيب. 011 12 012 2 6 2 7 3 3 2 1. بص انا عايزه بس يبقى اشوف جسمه. عينيا دي كمان ماشي يا شباب. بس حلو جسما واسما وشكلا. خلي بالك لا يتعلق في كلب. بس خلبوس عايز يتجوز. لسه شاري انت الكلب ده، لسه الضغط بتاعه ضعيف، عايز يتحط شويه مع كلابك هيقول بس جاي منه جدعان قوي. لا هيجي منه. بيسخن اهو. بتزوم. تعبانة الكلبة دي، ما شربتش ما شربتش. والكمامة كمان. اوعى كده شوية يا حمو، تعال كده بعد اذنك. اوعى كده صور الجراوة ولا كتامة دي مزولة قوي. اهو كده حلو كده جدع. هات الرقم 012 087 343. بص ده كلب بيتبو، بس وش بولي، يعني هو جسمه بيتبول بس وشه بولي، بس السمايل فيس. هو شرس كلاب صح؟ وبني ادمين. عنده قد ايه؟ 9 شهور. بيبيعه بكام؟ ايه؟ 1400. ماشي. بس الكلب فيه جرح هنا في صدره، الجرح ده عايز يتعالج. بس هات رقمه. 010 ايه؟ 14 10 10 23 23 16 16 بيدخل على جريد تاني. بيقول الكلب ده شغاله يعني. ها
هو هو ادوس هنا يشتغل هنا؟ لو دوست هنا يشتغل هنا؟ يا عمر يا عمر لا 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 نمسك الكلاب شبه الرشاق انت كلب شكلها والله ان شاء الله هي اخر جرو لسه معايا خلي بالك عايز فيه كام ده معلم هات رقمك ب 1000 0 12 2 6 2 4 3 4 1 2 هي جميلة وفيها ايه؟ عايدة اساسيات التري كولر يعني هي تري كولر بس خفيف قوي مش باين فيها عايزة دكر رصاصي تنتج عليه بس يكون دكر حلو يعني عشان تعرف تمسك منها جراب يقول لك حايدة حاليا عايز فيها كام؟ 1000 جنيه هات رقمك كده 012 84 78 67 62 قنبلة حتة بوكت كده على الرايق عايز عنده قد ايه الكلب ده؟ عنده سنة وثمان شهور عايز فيه كام؟ واحد ونص واحد ونص؟ عمو انا من المنشور مش غريب عادي احط ايدي عادي ولا بيقعد؟ حامل جمجمة فصيل حاجة ما شاء الله بص البوس مفيش بوس خالص ده الانتاج هنا كويس جدا للانتاج هات رقمك 012 80 65 81 80 صلى على النبي في نهايه الفيديو لازم نصلي على النبي تاني قول عليه الصلاه والسلام اللي عايز حاجه من خلال الواتساب عندك 011 415 799 333 ده الرقم تقدر تتواصل معايا تليفونيا من 6:30 مساء لحد 8:30 مساء اي يوم تمام الواتساب شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع لكن برد متاخر شويه نظرا للعدد الضخم صباحك فل وسلامات.